من جديد يسعد صباحكم بكل خير مستمعاتنا ومستمعينا، متواصلين معكم بمشوارنا الصباحي. أنتم تسمعون إلينا من خلال موجاتنا الثلاثة وقناة البث المباشر، الأولى في رام الله 96، 96.2 في الشمال و 92.2 في الجنوب. بإمكانكم متابعتنا من قناة البث المباشر الموجودة في أعلى صفحتنا الإلكترونية radionita.bs. من القدس اليوم رح نحكي عن واقع المؤسسات النسوية بالمدينة المقدسة، ورح نحكي كمان عن مشاركة مميزة للدكتور صفاء نصر الدين في ملتقى المبدعات العربيات الذي يقام برعاية الحريري. تنضم إلينا دكتورة صفاء نصر الدين عبر الخط الهاتفي. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح المستمعين، ويعطيكم العافية في راديو نساء FM يتغطوا كل المجالات وكل المواضيع المهمة على الصبح. كنت معكم بسمع دكتور صبري، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويعطيك ألف عافية، وتأخرنا عليك اليوم بالمقابلة. لا مش مشكلة، طبعا كان موضوع كتير مهم اللي حكى دكتور صبري، وإنجازات كبيرة لوزارة التربية والتعليم، وخصوصا احنا في التعليم العالي بهمنا نسمع عن قديش هو مهتم في التعليم العالي. نعم، يعني الدكتورة يسعد صباحك بكل خير. نحكي عن مشاركة مميزة إن شاء الله حتكون مميزة بملتقى المبدعات العربيات الذي يقام برعاية الحريري في بيروت. واضح أنه كمان هناك اهتمام من الحكومة اللبنانية بموضوع مشاركة المرأة وإشراكها بمواقع صنع القرار المختلفة، ولمسنا ذلك من التشكيل الحكومي الأخير. دعينا دكتورة نتحدث عن المشاركة التي ستكون إن شاء الله الشهر القادم في ملتقى المبدعات العربيات. صحيح، يعني احنا انبسطنا كثير للخبر تشكيل الحكومة اللبنانية اول اشي، وكمان انه فيها سيدات مميزات، يعني في من مثل وزيرة الداخلية انه تكون مرأة، فهذا اشي رائع، واحنا نفخر كسيدات انه نشوف مرأة ترأس هاي الوزارة المهمة. بالنسبة لملتقى المبدعات العربيات، وكانت فكرة أو مجهود للدكتورة سلوى الأمين الخليل الأمين، نعم، اللي رح يكون برئاستها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، رح يبدأ بخمسة ثلاثة إلى ثمانية ثلاثة، وهو ينظم من قبل ديوان أهل القلم. وهذا الملتقى هو عبارة عن نواة لتجمع المبدعات العربيات، بداية رح تنطلق من لبنان ورح ينتقل هو للدول العربية، ويكون يعني المجموعة اللي كان اللي راح على لبنان هذول الأول مجموعة راح تكون هي المجموعة المؤسسين، وبعدين ننتقل إلى دول أخرى عشان يبحثوا عن المبدعات العربيات في كل الدول العربية. طيب دكتورة، شو المحاور اللي راح يتم التركيز عليها خلال أيام الملتقى؟ طبعا المبدعات العربيات اللي مشاركة في الملتقى الأول هم مبدعات في مجالات مختلفة، وعشان هيك راح نستفيد من بعضنا وننقل خبرة في هذا الملتقى. في كل خبيرة أو مبدعة راح تحكي في مجالها. أنا راح يتم استضافتي بالجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، أحكي عن موضوع تقنيات المستقبل بين الإيجابيات والسلبيات. في دكتورة ثانية راح تحكي عن مواضيع في لها علاقة في الصيدلة، إذا كثرة لأنهم هم أو يعني أديبات معروفين في مجال الإعلام أو في مجال الأدب راح يكون عندهم مداخلات في هذا الموضوع. وراح نلتقي مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري كمان، وراح تكون معنا اللي تم انتخابها حاليا في الأمم المتحدة في الأسكوا اللي هي رولا، الدكتورة رولا دشتي من الكويت. يعني المشاركات أنا طلعت على كلهم على السيرة الذاتية تبعتهم، إشي إحنا نفكر فيه كنساء عربيات. يعني في عنا من الأردن دكتورة غيبة أبو رمان، من البحرين المستشارة ثانية حسين، من السعودية صاحبة سمو الملك الأميرة دكتورة هيا بن خالد بن بندر، دكتورة دانا بخيب، دكتورة عفاف اليماني، من سلطنة عمان النائبة الدكتورة سعيدة الفارسي، من سوريا السيدة ياسمين الأزهري والدكتورة مازنة مثله، من الكويت الوزير الدكتورة رولا دشتي، دكتورة فاطمة العلي هاي إعلامية مشهورة كثير، من مصر رح يكون وزير الدكتورة مبشيرة خطاب والسيدة هلا البدري، من المغرب النائبة الدكتورة مليكة العصمي، ومن لبنان في أربع سيدات، القاضي أرغيت جرساتي والسيدة علي العباس والسيدة نور
اسمها الدكتوره هبه قوات وكلهم نساء يعني عندهم ابداع معين في مجالاتهم، عشان هيك تم اختيارهم ليشاركوا في الملتقى الاول وتكريمهم بهذا اليوم. اكيد، ويعني دكتوره انت خير من يمثل فلسطين بهذا الملتقى. وصدقا دكتوره وانت عم تحكي الاسماء لفتتني انه امراه واحده من كل دوله عربيه، وبالتالي هاي الخبره المختلفه للنساء احيانا بتكون في قواسم مشتركه واحيانا قواسم مختلفه، ولكن اكيد كلها بتصب بمصلحه النساء. دكتوره انا بتمنى لك كل التوفيق بهاي المشاركه، وانت دائما اكيد فخر لنا جميعا. تسلم. شكرا لك وشكرا لراديو نساء اف ام لتغطية هذا الموضوع، وبتمنى انه كمان يكون في مشاركات اكثر من فلسطين، لانه هو في من كل دولة في تنتين او ثلاثة مشاركين. نعم. بفلسطين كان المفروض يكون معنا السفيرة ليلى شهيد، بس ما بعرف شو راح يصير، يعني انا كنت هيك اعرف، بس لما صارت توزع الدعوات اسمها ما كان موجود، وكان المفروض كمان تكون معنا حنان الحروب. نعم. برضه ما شفت اسمها، ما بعرف ايش اللي صار، يعني بس كان لانه طلبهم من كل دوله انها ترشح شخصيه، يعني سيده بتعتقد انها مبدعه تمثلها. فان شاء الله، يعني انا بتمنى انه فلسطين مليانة مبدعات ومليانة سيدات يعني قدموا كثير لفلسطين، وقدموا كثير للعلم وللإبداع كمان وللثقافة. إن شاء الله في السنين القادمة بنضموا إلى المزيد من المبدعات. وأكيد دكتورة إحنا دائما نتعلم منكم ومن مسيرتكم ومن صمودكم طول هاي السنين، وأكيد قرعتوا تحديات كبيرة ومختلفة. شكرا لك نائب رئيس جامعة القدس لشؤون المدينة المقدسة جامعة القدس أبو ديس، ورئيس لجنة التقييمات والمشاركات في المنتدى وعضو في المجلس الأعلى للإبداع والتميز الدكتورة صفاء ناصر الدين. يعطيك ألف عافية دكتورة، وبتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. شكرا لك، إلى اللقاء.